سائل يقول: هل من قال أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير أن النبي أن النهي في القلائد عام ولم يخصص أن النهي هل إيش؟ هل من قال أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير أن النهي في القلائد عام؟ يعني وش تقول أجل بالآية والهدي والقلائد؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. القلائد منها شيء مشروع ومنها شيء مباح ومنها شيء محرم، لازم من هذا التفصيل. نعم، أجل القلائد شرك اللي على الهدي. نعم، والعموم الحديث لا، ما هو بالحديث، ما هو بعام. نعم.